مرحبا يا أصدقاء، معكم باور تونز. في هذا الفيديو سأتحدث عن بعد جديد لبن 10، وسوف أتحدث عن الشخصيات الموجودة فيه. ولكي لا أجعل الحماس يقتلكم، لنبدأ. قبل أن أقول أي شيء، كنت أريد أن أقول أن هذا البعد من صنع معجبين بن 10. المهم، في هذا البعد لا يمتلك بن وحده الأومنيتريكس، بل لديه أخت تسمى أليكس لديها أومنيتريكس. نعم، لا تستغربوا، هناك نسختان من الأومنيتريكس. فربما ذهب بن إلى أزموث وطلب منه صنع نسخة أخرى من الأومنيتريكس. وساعتي بن وأليكس متطابقتين باللون والشكل، ولقد ماتت أخت بن أليكس بسبب مجهول، ولقد حاول بن مع بروفيسور بارادوكس إنقاذها لكن لم ينجحوا. وفي هذا البعد يمتلك بن قوة الأنودايت التي من الممكن أنه ورثها من جده ماكس أو ربما من والده. وروك له دور أساسي في البعد السادس عشر، وهو البعد الذي فيه بن 16، وهو أيضا البعد الذي أتحدث عنه الآن. المهم، وفي هذا البعد شخصية تسمى كوري. كوري أم ياباني؟ لن أعيدها. المهم، لدى كوري شامة صغيرة بجانب فمه. قرب قرب قرب، نعم هذه هي. ولديه شعر أسود مع خصلة زرقاء، وعندما كان صغيرا كان يرتدي قميص باللونين الأزرق والأبيض مع صاروخ في المنتصف. وعندما بلغ من العمر 16 أصبح يرتدي سترة ناسا باللونين الأسود والأبيض وبنطال جينز أزرق مع حذاء أسود، كما أنه يرتدي أحيانا خاتما أسود في إصبعه الأيسر. وإن كوري شاب بسيط للغاية، وهو فتى طيب القلب ويحب إزعاج بن بشكل هزلي، أي أنه يداعبه. وهو صديق أليكس، وهو لديه معرفة واسعة في الفضاء لأنه درس في أكاديمية البلامرز، ونتيجة تدربه مع البلامرز أصبح ماهرا في القتال. ربما بعضكم الآن يقول أين جوين؟ الحقيقة أنها موجودة بالفعل، وربما يصنعون كرتون قريبا، وإن فعلوا فسيكون شيء أسطوري حقا. وهناك احتمال أن تستخدم مان أوف أكشن هذا البعد في السلسلة الجديدة لبن 10، ولقد تم تسريب بعض فضائيين أليكس 16. وإن تريدون أن أصنع فيديو فضائيين أليكس 16 ضد فضائيين جوين 10، قولوا لي في التعليقات. وإلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية الفيديو، وكنت أريد أن أقول لكم أنني استمتعت كثيرا وأنا أكتب النص الخاص بهذا الفيديو. مللت، متى سأنتهي من كتابة هذا النص؟ إلى اللقاء.